من عوري، انا من موكله ديال الاستاذ الطالبي. الاستاذ الطالبي كان كيدافع على الملف ديال ابني في تحيه خطا طبي، وساندني عدد مده طويله، واحد 4 سنوات ولا اكثر في الملف ديال الابن ديالي، لدرجه زعما اول مره غيعرفها شي حد هو انه في اخر المطاف كان تنازل على بعض المستحقات ديالو، يعني رأفة بالذاك النضال اللي كنت كنناضل، وذاك لدى يعني واحد الانسان معطاء، يعني حرام يدار لي هذا الشيء. زعما ما شفتش شي محامي في هذاك النبل وذاك الاخلاق وذاك المبادئ. فاش كنت اول مره توجهت عليه، توجهت للمكتب ديالو، توجهت ليه كمحامي يعني غادي ياخذ مستحقات غيدافع على الملف، ولكن في الاخر في المطاف لقيت انسان قدوه، لقيت بمثابه اب، لقيت انسان كينصر المظلومين. ما كي من الناحيه الماديه ما كيهتمش ليها بتاتا. المكتب ديالو صراحه فيه ذكريات، ماشي غير الاستاذ، فيه ذكريات لينا حنا، يعني عدد من المظلومين اللي دافع عليهم، كاين اللي دافع عليهم يعني بلا مستحقات، استشارات قانونيه اللي كانت بالجمله اللي كانت فابور. فصراحه انا من هذا المنبر كنقول انا كنخلي المسؤوليه في حاله ضياع الملف ديال ابني، فكنخلي المسؤوليه التامه على الاستاذ الطالبي، وكنحمل المسؤوليه لكل من ثبت عليه ضياع الملفات من المكتب.